عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. ولكن من رشحها هو مالكها ما شاء الله وتبارك الله في هذه الانطلاقة 12 28 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. سعيد بن حمد بن مصرح الإحبابي مشكور مشكور يا شاعر الحواس الست ما شاء الله، أيضا رمز هنا بالوثبة 2022 12:33 ثانية بالوفاء والتمام. كان هو المركز الثاني وكانت هي طماعة محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، مشكور يا أبو سعيد ما قصرت، أيضا طماعة بأداء الممتاز. وهنا المركز الثالث هي سلهود عبد الله بن الطير بن سهيل العامري 12:34 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير، نحييكم أجمل ختام الختاميات. ينطلق بحظ من الله ورعايته شوط البندقية شوط السادس في تعداد أشواط الرموز لشوط الانتاج والمنتجين للقعدان المحليات الأصايل. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين في جميع هذه الأشواط. شوط البندقية بالإضافة إلى 800,000 درهم بالانتظار للفايزي بالمركز الأول، حيثما تتابعون هذا الانطلاق عبر قناة ياسر الرياضية. مقدمة الشوط والمركز الأول شاهين من يحتل الصدارة حمدان بن محمد بن مبارك العفاري، من يقدم لنا شاهين معلن حضوره في شوط البندقية مع الصدارة. ثاني المراكز شاهين محمد بن الشرقي بن مراش العفاري يتقدم مباشرة ويحتل المركز الثاني. المركز الثالث هداد محمد بن مبارك برويس الكتبي ينطلق مباشرة ويحتل المركز الثالث. رابع المراكز من ينطلق ويتقدم جارف محمد بن غريب بن راشد الكتبي يقدم لنا هذا الانتاج. خامس المراكز وغير الى المركز الرابع وانطلق المغزل فهيد بن محمد بن بيشان العجمي. هكذا النداء الاول، هكذا النتيجه لشوط البندقيه لشوط الانتاج والمنتجين لناموس ناموسين في عاصمه الميادين في عاصمه الملايين في مساء الذهب في مساء البنادق والكؤوس والرموز لسن الثنايا. لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى الصدارة إلى المركز الأول. من يأتي مع المقدمة شاهين في مقدمة الشوط مع المركز الأول من سكان المقدمة يتقدم حمدان بن محمد بن مبارك العفاري قادم بهذا الانتاج الفاخر من مصانع الجنوب من الوقن من ميدان حمران. يتقدم بو محمد الجميع في مقدمة شوط المنتجين مع المركز الأول. ثاني المراكز شاهين يتقدم في هذه اللحظات محمد بن الشرقي بن مراش العفاري. المركز الثالث وصل هداد محمد بن مبارك برويس الكتبي مع المركز الثالث. رابع المراكز المغزل تعود الملكية لفهيد بن محمد بن بيشان العجمي يتقدم بهذا الشعار القادم من المملكة، يتقدم في هذه اللحظات ويأتي مع المركز الثالث. رابع المراكز إذا هداد محمد بن مبارك الكتبي. وخامس المراكز ينطلق شاهين عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي. وأول إذاعة لشاهين لمن البندقية لمن 800,000 درهم، محتارين ما بين هؤلاء المنتجين هؤلاء الفطاحة للكبار هؤلاء الشعارات اللي صالت وقالت بالنواميس وبالانتاج الطيب. لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى المركز الأول إلى العفاري وانتاجه في مقدمة الشوط. بدأ يسيطر مع المقدمة، بدأ يسيطر مع المركز الأول حمدان بن محمد بن مبارك العفاري في مقدمة الشوط. ومع المركز الأول يتقدم الجميع، ينطلق بهذا الانطلاق، يتقدم بهذا المسار الأول الانطلاق المطلوب في عالم هذه الرياضة ألا وهو المركز الرائد في عالم هذه الرياضة ألا وهو المركز الأول لشوط الانتاج والمنتجين. المركز الثاني يأتينا شاهين محمد بن الشرقي
بن مراش الحفاري ينطلق مباشرة ويعلن هذا الحضور وهذا الانتاج مع المركز الثاني. المركز الثالث المغزل فهيد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يتقدم مباشرة ويحتل المركز الثالث. رابع المراكز من اللي وصل من حاش محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي، الكل هنا يتقدم، الكل ينطلق، وأول إذا علي من حاش غير مباشرة واحتل المركز الثالث. القدوم الجديد وصل الكثيري، وصل مطيلان عبد العزيز بن سالم بن علي كثيري يتقدم مباشرة ويحتل المركز الرابع. خامس المراكز اللي وصل ومشكور السهيل بن رملي بن محمد العامري، وصل بن رملي وأول إذا علي مشكور. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثالث لشوط البندقية، لشوط الذهب، لشوط 800,000 درهم. بالانتظار للمنتجين للمبدعين في شوط المحليات، بنوك من بنوك المستقبل، بنوك من بنوك الانتاج، القعدان الثنايا، نعود إلى المقدمة ونصل مع انتصاف المسافة. ومقدمة الشوط ما زال حمدان بن محمد بن مبارك العفاري من يقدم لنا شاهين مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مسيطر بكادره، الكادر العلوي، الكادر الأول في مقدمة الشوط شاهين منذ انطلاق الشوط وهو مسيطر مع البداية محتلا مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني اللي في المركز الثاني يأتينا مشاهدين الكرام ويتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني هداد لمحمد بن مبارك برويس الكتبي، من يقدم لنا هداد محتلا مع المركز، ولكن اللي هو يأتي من حاش محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي ينطلق مباشرة مع المركز الثاني يحمل رقم 11. وصلنا جسر العبور، وصلنا جسر العبور، تتضح الأمور للبندقية للذهب للـ800,000 درهم. بالانتظار المركز الثالث من يأتي مباشرة وينضم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات يحتل مع المركز الثالث. نتأخر هناك مشاهدين الكرام اللي هم طيلان ينطلق مباشرة، تعود الملكية لعبد العزيز بن سالم بن علي الكثيري مع المركز الثالث. رابع المراكز مشكور السهيل بن رملي العامري يتقدم مباشرة ويحتل المركز الرابع. المركز الخامس اللي في المركز الخامس يا هي سامي، يا هم منتجين، يا هم مبدعين في هذا الشوط. شعارات يا اخوان، والله شعارات انضمت مشاهدين الكرام وتجمع عن القعدان المحليات الاصايل. من اللي وصل؟ وصل رجل المفاجات وانتاجه يتقدم في هذه اللحظات بالنصرة واول اذاعة لهذا الشعار اللي صار وجال بالذهب وبالفوز وبالنواميس. وهناك ايضا مهند محمد بن سهيل اليبهوني، طيارة اليبهوني وصلت وانتاج اليبهوني. هكذا مشاهدين الكرام تجمع عن القعدان. ولكن سألتوا عن المقدمة، حد شاف لشاهين العفاري هناك؟ هناك مع المقدمة مسيطر بكل ريحية، مسيطر بكل قوة، بكل جدارة منذ انطلاق الشوط وهو معلن الحضور مع البداية والصدارة بدون أي منافس ولا مزاحم على الإطلاق المباشر. 2.5 كيلو عن البندقية عن 800,000 درهم. هناك شاهين في مقدمة الشوط مع المركز الأول حمدان بن محمد بن مبارك العفاري، يبي السلام لأهل مصانع الجنوب وانتاجهم الأروع، انتاجهم الفاخر، هم يسيطرون مع البداية حتى هذه اللحظات. وين الموقع؟ اقتربنا مشاهدين الكرام من 2 كيلومتر عن البندقية. المركز الثاني اللي في المركز الثاني يأتي من حاش محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي. المركز الثالث ينطلق مطيلان عبد العزيز بن سالم كثيري. المركز الرابع القادم أحلى اللي وصل شاهين محمد بن الشرقي بن مراش العفاري. المركز الخامس يتقدم مباشرة شيبوب سعادة صالح بن محمد بن نصره العامري. هكذا النتيجة، هكذا النداء للخمس المراكز المتقدمة للإنتاج والمنتجين لناموس ناموسين في عاصمة الملايين في عاصمة الميادين. ولكن شاهين، شاهين هو المسيطر مع المنعطف الأخير ومع الكوع الأخير. يسلم
يا شاهين غادر بالنتيجة. حمدان بن محمد بن مبارك الحفاري يبي السلام لمصانع الجنوب، ها هو الانتاج الفاخر. وين الموقع؟ كيلو ونصف الكيلو عن البندقية عن الناموس، ولكن اقترب الكل، الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتقدم من أجل البندقية، من أجل الذهب، من أجل الناموس. 800,000 درهم يا أخوان للانتاج والمنتجين. المركز الثاني يتقدم من حاش محمد بن سيف بن خليفة بن شاوي الغضلي، ولع الشوط ولع. من اللي وصل؟ وصل رعد عبد الهادي بن عبد الله بن نايفة، وصلكم انتاج بن نايفة، أول إذا علي بن نايفة يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع شيبوب صالح بن محمد بن نصر العامري، وهناك أيضا ينطلق مهند محمد بن سهيل اليبهوني. ولكن شاهين شاهين غادر الكيلو الأخير، انطلق إلى البندقية، انطلق يبي السلام لأهل الوقن، يبي السلام لمصانع الجنوب. هنا مشاهدينا الكرام حمدان بن محمد بن مبارك الحفاري يكمل الشوط راس، يبي ينهي الشوط راس للبندقية. هنا مشاهدينا الكرام و800,000 درهم بالانتظار. سلام شاهين، سلام بن مبارك، سلام سلام الحفاري بدون أي منافس على الإطلاق المباشر. نقول مصانع الجنوب أهل الوقن وانتاجهم، الحفار وانتاجهم، أشكرك. هنا حمدان بن محمد بن مبارك الحفاري قام الشوط راس وانهى الشوط راس، يبي السلام لأهل الوقن ومصانع الجنوب وميدان حمران. ولكن اللي قادم من حاش، من حاش قادم، تعود الملكية لمحمد بن سيف بن خليفة بن شاوي الغضلي. ولكن شاهين الأقرب من اللي قادم، القادم أحلى، وصل مهند اليبهوني، اليبهوني، اقلاع اقلاع طيارة اليبهوني. ولكن يا سلام الناموس وين؟ هناك من حاش مهند شاهين 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 بن قناص قادم مع غازي، ولكن شاهين شاهين ومن حاش من حاش وشاهين من حاش من حاش من حاش غازي 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 بن حزمي من حاش من حاش بالشاوي الغفلي بالشاوي الغفلي مع الناموس مع الفوز والإبداع. مشاهدين الكرام لحظة الوصول إلى خط النهاية معلن فوزه وإبداعه وانتصاره من حاش محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي. تهانينا والناموس. المركز الثاني غازي محمد بن حزمي بن قناص العامري، المركز الثالث شاهين لحمدان بن محمد بن مبارك العفاري، المركز الرابع من وصل مهند محمد بن سهيل اليبهوني، المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الكرام خامس المراكز، خامس المراكز المغزل فهيد بن محمد بن بيشان العجمي. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني، قطع المسافة في زمن وقدر. مشاهدينا الكرام 12 دقيقة 34 ثانية، 5 من الأجزاء. تهانينا لمالكة من حاش محمد بن سيف بن خليفة بن شاوي الغفلي، والسلام ميدان اللبس، السلام على هذا الفوز والانتاج الطيب. غازي ثانيا محمد بن حزمي بن قناص العامري، ما يبنى لطاري إلا مع الأمتار الأخيرة، أعلن وجوده بكل قوة. قطع المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 34 ثانية، 7 من الأجزاء. شاهين ثالثا، هرد لك يا حمدان بن محمد بن مبارك العفاري، من قدم عرض يشكر عليه ويشكر ابو محمد على هذا الانتاج الطيب. قطع المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 35 ثانية، 3 من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس للجميع. نحييكم مشاهدينا الأعزاء من جديد في ليلة من ليالي ختامي الوثبة 2022، حيث تتواصل مشاهدينا الأعزاء الرموز الخاصة